We will talk about other subjects. اليوم راح نتكلم عن مواضيع أخرى. أول هذه المواضيع هو الهيموثوراكس، وإن شاء الله بعدها راح نتكلم عن الكايلوثوراكس، ونتكلم كذلك عن البلورال إفيوجن. Okay. So hemothorax. What is the definition of hemothorax? It is defined as accumulation of blood in the pleural cavity. Okay. هذه chest X-ray. It shows left-sided hemothorax. طبعاً أنت بالX-ray ما تقدر تميز البلورال إفيوجن، يعني البلورال إفيوجن اللي تحتمل عدة احتمالات عن الهيموثوراكس. بس هذا المريض هسه فرضاً أنا قلت لك أنه هذا المريض مثلاً تعرض إلى رود ترافيك أكسيدنت، رود ترافيك أكسيدنت، حادث سير واضطرب، يعني وصار عنده تروما تو ذا تشيست، وعلى أثرها صار عنده هذا الليفت منسكاس ساين. فايش تتوقع يعني according to the history؟ اكيد نتوقع انه هذا البلورال افيوجن هو بالحقيقه هيموثوراكس. هذا البلورال افيوجن ليفت سايد اوف ذا بلورال افيوجن هو بالحقيقه ليفت هيموثوراكس. لو كان المريض مثلا ما عنده history of trauma انا ما افكر بالهيموثوراكس. يعني جاني مريض مثلا مثل هذا المريض جاني عنده ليفت منسكس ساين اوف ذا ليفت هيموثوراكس، ويجوز يعني جايني مثلا عنده كف وعنده فيفر فور اكزامبل فور 2 تو 3 ويكس مثلا، وعنده ويت لوس اند بالر، بمن افكر مريض ويت لوس بالر فيفر كف لمده 3 اسابيع او شهر، زين شو تفكر بيه؟ متفكر مثلا نفكر بالبلمونري تيوبركلوسيس، صح ولا غلط؟ اما هذا المريض هسه اللي امامكم اذا قلت لك عنده هيستوري اوف ار تي اي، متعرض لحادث سير، واجانا ديسنك، اجانا المريض ديسنك وسويت له تشيس اكس راي ان اريك بوزيشن، ولاحظت انه عنده منسكس ساين اوف ذا ليفت هيميثوراكس، شو يجي ببالك؟ شو يخطر ببالك؟ اكيد اكيد يخطر ببالك بانه هذا الكولكشن اوف فلويد انسايد ذا بلورال كافيتي هو بالحقيقه دم بلد. اذا الحاله هي عباره عن هيموثوراكس. هذا امامكم تعريف الهيموثوراكس. بالنسبه للاسباب الهيموثوراكس احنا نقسمها acquired قد يكون traumatic blunt trauma due to road traffic accident or fall from height or penetrating injury. Penetrating injury قد يكون bullet injury, shell injury or stab wound. Okay. أو قد يكون iatrogenic due to any surgical intervention. مريض مثلا تريد خليله central venous line. مريض تريد خليله central venous line. واكسيدنتلي يعني صار عندك تروما تو ذا لانك وعلى اثره صار هيموثوراكس. مريض تريد تاخذ له بايوبسي فروم ا ماس ان ذا لانك، مو ممكن ديورينج ذس بروسيجر يصير عندك لانك انجري ويصير عندك هيموثوراكس. فالاكوايرد هيموثوراكس قد يكون تروماتيك وحكينا تفاصيله، او قد يكون اياتروجينيك، أو قد يكون الهيموثوراكس هو spontaneous hemothorax. قد يكون the cause or the cause related to the lung. Pneumothorax with torn adhesions. Pulmonary embolism with infarction. Ruptured arteriovenous malformation of the lung to the pleural space. زين. قد يكون الهيموثوراكس related to the pleura due to for example torn adhesions، هاي تكلمنا عنها
or ectopic endometrial tissue due to the presence of ectopic endometrial tissue inside the pleural cavity. احنا هاي نسميها endometriosis. احيانا قد يكون due to malignancy, primary or secondary malignancy. قد يكون هذا المالignancy in the lung tissue أو قد يكون أحيانا يعني in the chest wall يعني related to the pleura for example. Blood dyscrasia يعني أكو bleeding tendency يعني for example leukemia. Abdominal pathology إذا مثلا المريض عنده مثلا ruptured spleen due to RTA مثلا for example. بالحالة الطبيعية أكو عند بعض الناس pores موجودة وين بالديافرام تعبر ممكن blood from the peritoneal cavity to the pleural cavity. فالمريض اللي يصير عنده hemoperitoneum ممكن ينتقل جزء من الدم from the peritoneal cavity وين ينتقل؟ ينتقل للpleural cavity. ينتقل من peritoneal cavity وين؟ للpleural cavity. أخير شيء ruptured thoracic aortic aneurysm. إذا مريض مثلا عنده thoracic aortic aneurysm وصار بها صار بي rupture. الرابتشر عادة وين يروح؟ الرابتشر يروح to the pleural cavity وعلى أثرها يصير collection of blood inside the pleural cavity. هاي بالنسبة لل examples of spontaneous hemothorax. إذا التقسيم مشابه للي يعني شفناه بالنيموثوراكس. إحنا هناك إذا تذكرون قسمنا الإيتيولوجي acquired spontaneous تذكرون هنا نفس الحالة التقسيم هم نفس الحالة acquired spontaneous. طبعا إحنا بعد ما نشخص الهيموثوراكس by chest X-ray imaging studies ويجوز يعني إذا نريد نبحث عن الـ underlying cause يعني يحتاج لنا مثلاً blood investigations وإلى آخره. بعد يعني تحديد السبب وبعد يعني تشخيص يعني الحالة والتأكد بأنه المريض عنده hemothorax by different investigations إحنا ساعتها نتوجه إلى الـ treatment. إذا المريض عنده في small hemothorax وبالإكس-راي عندي just obliteration of the costophrenic angle. هذا شيء يحتاج بس observation ومصير هذا الدم إنه راح يصير ب spontaneous absorption. واللي ساعد على absorption هو الفيزيوثيرابي. الفيزيوثيرابي يعني الإكسرسايز المشي الإكسرسايز الشهيق والزفير العميق يعني شهيق عميق زفير الاكسرسايز الحركه هاي كلها شو تسوي لي؟ تسوي لي فريكشن بين ذا فيسيرال اند بارايتال بلورا وتساعد على الابزوربشن اوف بلاد فروم ذا بلورال كافيتي تو ذا سيركيليشن. اما اذا المريض مثلا يعني مثلا كان عنده more blood collected inside the pleural cavity وبدا يظهر عنده بالشيست اكس راي the meniscus sign يعني مو بس obliteration عنده بالcosophrenic angle واصل مرحله المنسكس sign. اذا واصل مرحله المنسكس sign والمريض يعني كان symptomatic زين وانت متوقع يجوز يعني هذا الدم يعني ما راح يمتص الجسم spontaneously انت بهالحاله تخلي له chest tube. يبقى السؤال اللي يطرح نفسه هنا what are the indications of tube thoracostomy. الانديكيشنز كالاتي اذا الـ estimated amount of blood inside the pleural cavity is 200 cc and more. هاي وحده بالchest x-ray عندك meniscus sign. ثلاثه المريض symptomatic. إذا كان ويل هيموثوراكس another pathology اللي هو نيموثوراكس هذا أيضا يعتبر indication for tube
ثراكوستومي. اوكي يعني واضحة ان شاء الله. بالإضافة إلى ذلك إذا كان عند المريض ongoing bleeding يعني نزف مستمر، هذا هم indication for tube thoracostomy. وأخيرا فيما يخص the indications of tube thoracostomy, failure of observation treatment for a small hemothorax. يعني إذا مريض أنت كنت مخليه على conservative measures والمريض مثلا عنده دم قليل inside the pleural cavity، عنده دم قليل inside the pleural cavity، عنده دم قليل inside the pleural cavity وخليته على observation ولاحظت مع الوقت انه المريض يعني الدم الموجود يعني ما بدا المريض جسم المريض يمتصه او بدت كميه الدم يعني مثلا تزيد مع الوقت او بدا المريض يصير سيمتوماتيك، احنا بهيك مرحله يعني نقرر بعد انه لازم شو نسوي؟ نخلي chest tube للمريض for drainage of the collected blood inside the pleural cavity. فيما يخص الثراكوتومي اكو indications of thoracotomy. الindications كالاتي، اذا جاك مريض مثلا for example مثلا متعرض الى trauma bullet injury in the chest زين وعنده مثلا اكو vascular injury اكو lung injury واكو bleeding inside the pleural cavity وده يجمع دم inside the pleural cavity، اجيت انت خليت له chest tube وطلع اكثر من 1500 مل of blood بالchest tube، هذا يعتبر indication for a tube thoracostomy، هذا يعتبر indication انه تخلي له chest tube. اوكي the other indications هي كالاتي، اذا عندك drainage of blood of 100 to 200 مل per hour for 2 to 4 hours، يعني انت مريض جاك عنده مثلا تروما whatever type of trauma وخليت له chest tube مثلا وطلعت كمية معينة من الدم، بعدها انت لاحظت انه دا يطلع كل ساعة دا يطلع 100 الى 200 مثلا، دا يطلع 150 الساعة الاولى، 150 الساعة الثانية، 150 الساعة الثالثة، 150، هذا انا ما انتظر لما يخلص ويوشل دمه ويخلص دمه ويدخل يعني بسيفير هايبوفوليميك شوك، هذا ادخل عمليات واسوي كنترول اوف بليدنج، اسوي كنترول اوف بليدنج باي ثراكوتومي.